اوكي هاي يا بنات، انا هعمل زي حاجه شورت سريعه او ريفيو سريع عن سان 5. انا جبت من على امازون حوالي اسبوع تقريبا، وهيبقى ليها فيديو ريفيو على التشانل بتاعتي ميميز ميك اللي حابين تشوفوه. وسو فار لحد دلوقتي انا حباها جدا. هي مش اوريجينال اعتقد، لانها مش نفس الشكل ده، في حاجات ناقصه على الباكجينج من بره بالنسبه مقارنه باللي كانت موجوده على السايت. وفي نفس الوقت السعر بتاعها يعتبر ارخص بكتير من السعر الرسمي موجود على السايت، لكن سو فار جميله جدا. انا حباها، قويه، افكتيف، تحفة بمعنى الكلمة، وسعرها مناسب جدا للناس اللي عايزة تعمل ضوافرها في البيت بس الناس مش عايزة تشتري، او ما عندهاش امكانية انها تشتري حاجات very very expensive، حاجات very fancy. دي فعالة جدا، بس طبعا خلال التجربة الفترة الجاية هيبقى ليها ريفيو تاني، لكن الريفيو بتاعها. وبالنسبة لضوافر، انا لسه مخلصة ضوافري زي ما انتم شايفين. دي ضوافري باي ذا واي، انا استخدمت فيها بي ان بي اسيد برايمر واستخدمت فاليري. اوكي هيبقوا موجودين على التشانل ازاي تخلي ضوافرك جميله وحلوه بابسط طريقه ممكنه. فكل حاجه، كل الحاجات دي موجوده على اليوتيوب، اتمنى هو يعجبكم.